أنا اسمي ربا الزعبي، مديرة قطاع التكنولوجيا النظيفة في برنامج التنافسية الأردني. برنامج التنافسية الأردني هو برنامج ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مدته 5 سنوات. يلا جاهزين؟ مركزين؟ احنا اليوم بدنا نعطيكم لمحة سريعة عن ايش فرص التوظيف في قطاعات التكنولوجيا النظيفة في الأردن. وبتمنى منكم انه تمروا على البوث تبع برنامج التنافسية وتاخذوا بعض المنشورات المتعلقة بالبرنامج. بتمنى انكم تعملوا لايك للفيسبوك بيج وتتابعوا الويب سايت تبعنا، لانه بنعلن دائما عن فرص مش بس توظيف بس كمان تدريب وكمان فرص لمنح جرانتس وفرص ايضا لشراكات مع القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المحلي. احنا برنامجنا عمره 5 سنوات، لكن احنا حاليا عمرنا 1.5 سنة. بدانا بشهر 10 2013، وبهدف برنامجنا الى خلق فرص عمل للشباب الاردني في 3 قطاعات، هي قطاعات الاقتصاد المعرفي واللي هي التكنولوجيا المعلومات والاتصال، التكنولوجيا النظيفة، والعلوم الحياتية والرعاية الصحية. بنشتغل على شيء اسمه كمان تعزيز شبكات الابتكار، الانوفيشن نتوركس، لانه احنا بنعتقد انه الاردن مش ممكن ينافس الا اذا ركز على الابداع والابتكار، وهذا بيجي هون دور كمان كل الشباب والخريجين الجداد انهم يطلعوا على كيف اكون مبدع وكيف بقدر انافس. يمكن بتعرفوا كم عضو في نقابة المهندسين الأردنيين حاليا؟ مين بعرف؟ مين؟ معاذ. 120,000 مهندس، هدول بس المهندسين والمهندسات. طيب إذا أنا دارس هندسة أكيد من أعلى النسب في العالم، بس إذا أنا دارس هندسة وبدور على شغل كيف بدي أميز نفسي؟ كيف بدي ألاقي شغل؟ بدي أنافس مع 120,000، تمام؟ فبالتالي لازم نتطلع على كيف نكون مبدعين، كيف نكون مبتكرين، وكيف نكون رياديين. زي ما بتعرفوا بلدنا الحبيب يعاني من عدة تحديات، تمام؟ من بينها عدم الاستقرار الإقليمي، تدفق اللاجئين، لكن أيضاً ارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات، العجز في الموازنة والبطالة. كل هاي الأمور تضع عبء مش بس على كاهل الحكومة، على كاهل كل مواطن أردني بده يحاول إنه يبدع حتى يحاول يحل هاي المشاكل ويساهم بحلها. إحنا برنامجنا زي ما حكينا بيركز على 3 قطاعات من قطاعات الاقتصاد المعرفي، اللي هي بدي أسمع لكم إيش الثلاث قطاعات. مين بعرف الثلاث قطاعات اللي بيركز عليها برنامج التنافسية؟ غير معاذ، غير لمى، تفضل. الرعاية الصحية، ممتاز. شو القطاع الثاني؟ الرعاية الصحية والعلوم الحياتية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا النظيفة اللي هي محور كلامنا اليوم. كمان عندنا مكونات داعمة في البرنامج، هي تسهيل الحصول على التمويل، تنمية القوى العاملة والبيئة الممكنة. وأيضاً كثير بنركز على موضوع البحث والتطوير، وهذا الشيء ريسيرش اند ديفلوبمنت شيء مهم للي بالجامعه واللي لسه بيفكر بمشروع التخرج او برساله الماجستير، حتى يضمن انها مرتبطه باحتياجات سوق العمل مش بس بحث نظري وخلاص. وكمان كثير بنهتم بالمراه وعماله المراه في هاي القطاعات المختلفه. طيب ما هي التكنولوجيا النظيفه؟ شو يعني تكنولوجيا نظيفه؟ بعدين في ناس بتحكي حيرتونا، مرة بتقولوا اقتصاد أخضر، مرة وظائف خضراء، مرة تنمية مستدامة، مرة تكنولوجيا نظيفة. ما هي التكنولوجيا النظيفة؟ هي كل تكنولوجيا منافسة اقتصادياً تستخدم مواد أو طاقة أقل وتنتج نفايات أقل وتتسبب بأضرار بيئية أقل من التكنولوجيات الأخرى، تمام؟ صعب؟ معقد؟ ماشي حاله؟ اليوم كم حدا بيشتغل بقطاع التكنولوجيا النظيفة في العالم؟ ها؟
16 مليون فرصة عمل موجودة في العالم. يا ترى بالأردن إحنا وين؟ وهل إحنا جاهزين إن ناخذ جزء من هاي الفرص ولا لا؟ برنامجنا عرف 4 قطاعات فرعية تحت قطاع التكنولوجيا النظيفة. هاي القطاعات كتير مهمة تركزوا عليها وتتذكروها وانتم بتدرسوا بالجامعة وانتم بتشتغلوا، لأنها هاي اللي راح يكون فيها الفرص الواعدة لفرص العمل في المستقبل في الخمس سنين القادمة. تمام؟ شو هي هاي القطاعات الفرعية الأربعة؟ الطاقة المتجددة رينيوبل انرجي، وكلنا بنسمع قديش صار في عندنا الآن مشاريع طاقة متجددة في منطقة معان التنموية، طاقة الشمسية، في طاقة الرياح في الطفيلة، وإن شاء الله الحبل على الجرار. القطاع الثاني هو قطاع كفاءة استخدام الطاقة، الانرجي افشنسي، وهون بدخل دور الجرين بيلدينجز، عشان هيك المجلس الأردني للأبنية الخضراء من الجهات ومن الشركاء الرئيسيين اللي بنشتغل معاهم، لأنه المباني هي أكبر مستهلك للطاقة في الأردن إذا بتعرفوا قطاع البناء. عشان هيك إذا بنبني المباني صح بكفاءة طاقة صحيحة، إحنا بنوفر طاقة كبيرة بالأردن. القطاع الثالث هو كفاءة استخدام المياه، وطبعاً ما بيخفى على أحد إنه عندنا مشكلة مياه كبيرة وضروري نطلع عليها من وجهة نظر اقتصادية. والقطاع الرابع هو إدارة النفايات الصلبة. تمام؟ إحنا ببداية عمر البرنامج جلسنا مع شركائنا من القطاع العام والخاص وحاولنا نضع رؤية لما يمكن أن يكون هو مستقبل الأردن إذا اشتغل على قطاع التكنولوجيا النظيفة. شو رأيكم بهالصورة؟ حدا بيقدر يحكي لي من مشاهداته إيش فيها؟ شو علاقتها بالتكنولوجيا النظيفة؟ طاقة متجددة، نعم. هذا إحنا رسمة توضح منطقة جنوب الأردن بالذات معان، لأنه الطاقة الشمسية الموجودة فيها هي الأفضل على مستوى العالم، فإحنا بنطمح إنها تكون عبارة عن مزرعة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح أيضاً، لأنه بالطفيلة كمان في عندنا مشاريع طاقة رياح. طيب المباني هاي إيش ممكن تكون؟ المباني إيش ممكن تكون؟ هاي المباني ممكن تكون مراكز التدريب المهني. في عندنا مركز تدريب مهني في معان موجود، إحنا الآن بنشتغل معاهم حتى نضع برامج تدريبية لأهالي المنطقة للشباب اللي هناك في موضوع الطاقة المتجددة، حتى يشتغلوا مباشرة في مزارع الطاقة الشمسية. طيب وهاي الصورة، الشباب اللي ما عم بيشاركوا أنا هلأ رح أصير أسألهم، إيش الصورة هاي تعطيكوا إيحاء؟ لما احكي لنا، هاي انرجي افشنسي، احكي لنا ايش بتشوفي؟ كل شيء بي في على العمارات، ايش كمان؟ نستغل الشمس، نستغل كل شيء بمدننا. كم فرصة عمل قطاع التكنولوجيا النظيفة يوفر في الأردن في الخمس سنوات القادمة إذا تم تنفيذ المبادرات اللي إحنا حكينا عنها ببرنامج التنافسية الأردني؟ 18900 فرصة عمل، تخيلوا 18900 فرصة عمل للشباب الأردني وللصبايا الأردنيات إذا تم تأهيلهم وتدريبهم وعمل القطاع الخاص على توظيفهم. أمثلة على التخصصات الواعدة في قطاع التكنولوجيا النظيفة. هاي مش بس للمهندسين، تمام؟ المهندسين هي محور رئيسي، لكن هي مش بس للمهندسين. مين كمان ممكن يستفيد؟ فنيين، يعني مش بالضرورة أكون من حملة درجة البكالوريوس، ممكن أحصل على دبلوم في الطاقة الشمسية. تمام؟ مين كمان؟ العاملين في الجهات التمويلية، أنتوا شفتوا البوث اللي من هاي الجهة، معظمهم بنوك، شفتوا؟ كلهم بنوك، ليش جايين وليش عم بدعموا؟ لأنه كلهم عم بيفكروا بدعم مشاريع الإيش؟ الطاقة النظيفة. كلهم عندهم صار برامج تمويلية للجرين، جرين فاينانسينج، تمويل أخضر. مين كمان؟ كل هاي المشاريع بدها قانونيين، محاميين بفهموا بالتشريعات الخاصة بالطاقة والطاقة المتجددة. فأنا إذا محامي ومش عارف شو بدي أعمل بحالي، بفكر بقطاعات جديدة لا يوجد العديد من المحاميين المختصين فيها.
أنا إذا دارس تسويق ماركتينج ترويج كثير مهم إني أطلع كيف يمكن أن أعمل في مجال الترويج لمشاريع الخضراء للطاقة المتجددة للنفايات لإدارة المياه وغيرها. وللي دارسين IT تكنولوجيا المعلومات في العديد من الفرص لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات في قطاعات الطاقة النظيفة. إذا إحنا مش عم نحكي بس عن مهندسين البيئة والطاقة والمياه، إحنا عم نحكي عن عناقيد اقتصادية متعددة تحتاج الجميع، وكلنا ممكن ننافس بتخصصات جديدة في السوق المحلي. اسمحوا لي هلا كمان اشكر زميلتي زين وهبه، هي اللي كانت شغاله مع المجلس الاردني للابنيه الخضراء على الجوب فير. وزين بتيجي من المكون في برنامج التنافسيه اللي بيشتغل على موضوع تاهيل القوى العامله، وهي من الانشطه اللي انتم مباشره بتقدروا تستفيدوا منها. برنامج التنافسيه حاليا يقوم فيها، مش يعني شيء لسه بده يصير في المستقبل. احنا عنا شغل مع صندوق الملك عبد الله للتنميه لتطوير مكاتب الارشاد الوظيفي. كم واحد بيعرف انه في مكاتب ارشاد وظيفي بجامعته؟ سامعين بمكاتب الارشاد الوظيفي؟ اها طيب، ساعدوك كثير. احنا عم نحاول كمان ندعمهم ونعزز قدراتهم حتى يقدروا يساعدوا الطلاب والخريجين بايجاد فرص عمل. عم نشتغل مع مركز تدريب مهني معان حتى نحوله الى مركز سنتر اوف اكسلنس، بسموه مركز تميز في مجال الطاقه المتجدده، حتى نخرج فنيين مؤهلين في موضوع الفوتوفولتيك او الخلايا الكهروضوئيه. عم نشتغل على برامج انترنشيبس، وهلا بدنا نسمع من بعض اللي استفادوا من برامج التدريب اللي معنا من الشباب كيف استفادوا بسبب هاي برامجنا. ايضا عندنا تدريب حول رياده الاعمال، واحنا بنعرف انه ريادة الأعمال شيء كثير مهم لخلق فرص عمل، بس كمان لابتكار واختراع منتجات وخدمات جديدة في قطاعنا، وهذا الشيء كثير مهم. عندنا أيضا برامج لتعزيز الربط بين البحث والتطوير، Research and Development، مشاريعكم، مشاريع التخرج، رسائل الماجستير، وبين احتياجات السوق والقطاع الخاص. وعندنا دعم أيضا كثير مميز للإناث، الإناث العاملات أو اللي بحبوا يشتغلوا في هذا القطاع بسبب قلة عددهم. يعني احنا بنعرف قديش في عندنا مهندسات، لكن للاسف مش كلهم بيشتغلوا بقطاعهم بس يتخرجوا، فاحنا عندنا برامج خصوصي حتى ندعم تاهيلهم، حصولهم على شهادات دوليه من خلال جمعيه إدامة اللي هي ايضا لها بوث هون. بشجع كل الصبايا والشباب يسالوا عن برامج التدريب في جمعيه إدامة.